افتحوا في المجلس يفسح الله لكم، ادخلوا ان شاء الله تعالى، ادخلوا ان شاء الله، معليش ما تبقاوش تحت الشمس ان شاء الله تعالى. تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم. كما هو جار في كل صيف من كل سنة، تقدم جاليات أبنائنا من الخارج إلى البلاد فتعانق المساجد وتستمع إلى الوعظ وتصل الرحم وتريد تصحيح المسار. ففي كل صيف بحضور أبناء جالياتنا يطرح هذا السؤال دائما ويثار في كل مناسبة: ما قول الشرع الفصل، أو ما هو القول الفصل للشرع في مسألة الهجرة إلى بلاد أخرى غير إسلامية، وما قول الشرع في الإقامة فيها بعد الهجرة، متى تكون الإقامة في بلاد المهجر إقامة شرعية يطمئن قلب المهاجر فيها، ومتى يتنغص قلبه حينما تثار شبهة الإقامة في بلاد الغربة فلا يستطيع بعد ذلك أن يتخذ قرارا حاسما، فتراه مترددا بين الأمرين: أيعود إلى المغرب ليستثمر مالا، أم تراه يمكث هناك ويستمر على الإقامة؟ إن الجواب على هذا السؤال كما تعرفون إنما يختلف من شخص لآخر، فدواعي الهجرة والإقامة تختلف من شخص إلى آخر. فإنسان فر من نظام ظالم لم يجد مظلة يعوي إليها إلا هناك، هذا فرار للحفاظ على النفس والدين معا، كما فر رسول الله أو كما هاجر رسول الله وهاجر أصحابه إلى الحبشة وقال لهم: إلى الحبشة هناك ملك لا يظلم عنده أحد. فهو رغم كونه غير مسلم لكن لا يظلم عنده أحد، فالهجرة إلى بلاد تسود فيها العدالة ولا يعتدى فيها على الناس بناء على الجنسية أو العرقية أو اللغة، هو أمر مطلوب شرعا فرارا بالدين وخوفا على الأذى الذي يصيب الجسد. قال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي. فهجرة إبراهيم كانت من هذا النوع فرارا حتى لا يصاب بأذى. وهنالك من يهاجر طلبا للرزق بعد أن أغلقت السبل في وجهه، وبعد أن أظلم المستقبل وسدت الآفاق في وجهه، ففقد كرامته في البلاد وصار يجوب بقدميه الأرض طولا وعرضا حتى ثقل على الأرض وعلى الشجر والحجر، حتى إذا رآه أقرب الناس إليه يدخل بلا شيء ويخرج خاوي الوفاض آذوه بألسنتهم وقالوا: لقد أصبحت عبئا علينا، ألا تفكر في أمر تحافظ فيه على ماء وجهك؟ سبحان الله. وكرامة الإنسان من مقاصد الشرع التي جاء الشرع لحفظها. ولذلك قال تعالى: ومن يخرج ومن يهاجر في الأرض يجد ومن يهاجر يجد في الأرض مراغمة مراغما كثيرا وسعة. فإذا هاجر يجد السعة إن شاء الله تعالى التي افتقدها في بلاده. وهنالك من يهاجر طلبا للعلم، فالأمة تحتاج إلى كوادر في مختلف التخصصات، ونحن إنما ندفع هؤلاء إلى تلك البلدان ليأتوا بهذه الكفاءات العلمية حتى يساهموا في النهضة التنموية للبلاد. ولكن حسرتاه قلما يعود هؤلاء إلى البلاد حينما يجدون المغريات
إلى درجة أن أصبح النزيف في العقول نزيفا قد أخذ كل الطاقات الفكرية. سميت هذه الأزمة بهجرة الأدمغة. والمسلمون وأراضي المسلمين أراض رغم كثرة خيراتها لم يتسع صدرها لأبنائها وكفاءاتها، فحينما عادوا لم يجدوا المجال الذي فيه يستفرغوا جهدهم ويستثمروا كفاءتهم، فلم يجدوا إلا إغراءات تلك الدول التي تربوا فيها ورضعوا ثقافتها، فعادوا من حيث جاءوا وساهموا في بناء حضارة الغير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فما هو حكم الهجرة وما هو حكم الإقامة؟ أما الحكم العام للإقامة في بلاد المهجر فهو يجوز شرعا إذا استطاع الإنسان المسلم أن يحقق مقاصد ثلاث. إذا استطاع المهاجر إلى تلك الأرض أن يحافظ على التزامه ودينه وأن لا يبتلى في دينه وأن يحافظ على تدين أبنائه، ثانيا وأن يدعو إلى الله في البلد الذي استقبله، فمكوثه في تلك الأرض أفضل من إقامته في مكة الحرام، لأنه نبتة للخير في تلك الأرض وخميرة للإسلام، سينشر الله الإسلام على يده إن شاء الله هناك. وإن كانت هجرة هؤلاء وإقامتهم تؤدي إلى ضياع هوية المهاجر المقيم أو الإخلال بالالتزامات الدينية كالصلاة والصيام مثلا، أو فقدانه للغة العربية الوسيلة التي تصله بالقرآن فيتغرب لسانه ويستعجم، أو كانت تؤدي مع حفاظه على هويته ودينه تؤدي إلى ضياع دين أبنائه، أو يحافظ على هويته ودين أبنائه لكن يعيش هنالك للمال فقط ومن أجل المال فقط ولا يستشعر خطورة وأمانة الدعوة في البلد الذي استقبله، آنذاك تصبح الإقامة في تلك الأرض مشوبة بالخطر وعواقبها غير مأمونة العواقب. فعلى الإنسان أن يفكر ألف مرة في الإقامة في بلاد المهجر، ألف ألف مرة. وقد سمعت لمكالمة هاتفية من إنجلترا إلى أحد الشيوخ والدعاة إلى الله عبر قناة فضائية يقول: لقد اغتنينا من الناحية المادية وحصلنا على رغد العيش ما لم نكن نحلم به في أرضنا التي ضاقت بنا، لكن المصيبة هي أننا أضعنا أبناءنا فقد تغربوا ولقد تفسقوا وليس باستطاعتنا أن نصنع شيئا لهم، وظللنا متفرجين على فلذات أكبادنا يمشون على الأرض وقد ضاع دينهم واستعجم لسانهم واستغربوا حتى عادوا غرباء علينا وقد خرجوا من أصلابنا. ما تقول الآن في إقامتنا؟ قال: إن كان ما تقول صحيحا فوالله ليس لك إلا أمر واحد، أن تعود بهم جميعا إلى بلادك وتجتهد قصارى جهدك من أجل أن تتدارك ما فات. فقد كتب أحد أبناء جاليتنا في الخارج وفق دراسة أجراها ومسحا أجراه في عدد أبنائنا الذين يفقدون الهوية في بلجيكا، فأشارت الإحصائيات إلى أن 80% من أبناء أبنائنا في الخارج تغربوا وابتعدوا عن الهوية. 80% خطر، 80% خطر. سيدي يصلي في الجامع وابنته كما رأيتهم في الخارج، بناتهم متبرجات مائلات مميلات مستعجمات اللسان مستغربات القلب،
لا بارك الله في إقامة يضيع فيها الإنسان فلذات أكباد، فيوقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة وألف ألف من ذراريه وأبناء ذراريه إلى يوم القيامة وقد بعثوا على غير ملة الإسلام. الله. ولذلك يغتنم المجلس العلمي لمدينة وجدة أن يوجه في خطبة جامعة شاملة تشمل جميع المساجد، يوجه هذه النصائح ويذكر أبناء جالياتنا بهذه المسؤوليات حتى يقوم بها إبلاغا أخذه الله وأخذ العهد به على العلماء، تبرئة للذمة وتنويرا للرأي العام، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أما المسؤولية الأولى فواجب على المغترب أن يحافظ كما أشرنا سالفا إلى هويته حتى يهنأ بإقامته في الخارج. هذه أول مسؤولية وأول واجب عليكم، أن تظلوا يا أبناءنا في الخارج محافظين على شخصيتكم الإسلامية. إياكم أن تنصهروا، إياكم أن تفقدوا هويتكم، إياكم أن تذوبوا في المجتمعات التي استقبلتكم بالأحضان فتفقدوا أنفسكم وتخسروا ذاتيتكم. فما قيمة أن تكسبوا المال الكثير وتخسرون في مقابل ذلك أنفسكم؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ما فائدة دريهمات تحصل عليها هناك في مقابل أن يضيع دينك؟ ألا إن هذه هي الخسارة الحقيقية، لأن كل خسارة في الدنيا تستدرك، لكن الخسارة يوم القيامة لا استدراك معها. إن الخاسرين الحقيقيين الذين خسروا الأنفس بإباقها في النار وخسران الأهل عياذا بالله، فذلك هو الخسران العظيم المبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما قيمة يا أخي الطالب في الغرب، ما قيمة لأية شهادة جامعية عالية، دكتورة وماجستير في مختلف التخصصات، ولكن تخسر مقابل ذلك الدرجات العلى عند الله؟ أن تحرز شهادة ثم تخسر شهادتين، تحرز شهادة في الدكتوراه في الطب أو الهندسة وتخسر شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله فلا تعبده، وشهادة محمد رسول الله ولا تتبعه، وتصير متبعا الغرب وأبناء الغرب شبرا بشبر ذراعا بذراع، تحبهم بقلبك، ومن أحب قوما بقلبه حشر معهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما قيمة أن تربح الدنيا بشواهدها ومالها وسكنها وسعة الحياة فيها وحريتها، ولكن تخسر مقابل ذلك آخرتك ودينك وهويتك وشخصيتك وانتماءك لأمتك؟ هذا هو الخسران المبين، كما حصل للبعض الكثير من أبنائنا الذين يجب أن يكونوا عبرة لكم. فاعتبروا يا أولي الألباب، في قصة يمكن لهذه القصة أن تتخذ شكل نكتة ولكنها الحقيقة. ذهب رجل في باريس في الجمعة ليه ليستلذ بسماع الموعظة، فكان موضوع الخطبة حرمان اتخاذ الكلب في البيت إلا كلب صيد أو حراسة أو غنم، فإن اتخاذ الكلب في البيت بغير هذه المقاصد المسوغة لاتخاذ الكلب في المنزل شرعا تجعل الإنسان يفقد قيراطين من الأجر في اليوم. فعاد بهذه الحكمة وقد اتخذ أبناؤه كلبا يعيش في صحن البيت
ويدخل إلى الغرفة وينام على السرير وله دفتر صحي يحظى من العناية ما لا يحظى به الإنسان الإفريقي، فلا تسأل عن الدواء وعن زيارة الطبيب وعن وعن وعن، حرم منها الكثير من الآدميين المكرمين. فقال: لقد سمعت من الخطيب يعظ ويقول: إن اتخاذ كلب بغير مقصد شرعي جائز شرعا يجعلنا نخسر القراريط اليومية من الأجر إن كان لنا من أجر. أشارك تقول؟ قلت المرأة أشارك تقول؟ ماذا تقول؟ هو ما سمعت يا أمة الله. قلت له: يريح شوية. جابت أولادها وأسمعك تقول هو ما سمعت، وإن شاء الله غادي الكلب نتخلصوا منه. فلم يفطن إلا وسيارات، فلم يفطن إلا على صياح السيارات التي تحمل رجال الأمن، فدخلوا كما يدخلون إلى منزل سارق فار، عرفوا مكانه. ماذا تقول؟ أش قلت يا سيدي ربي؟ قالوا: لقد علمنا ما فعلت، إنك تريد أن تطرد الكلب من البيت، ولا يمكن أبدا أبدا أن يجتمع الكلب وأنت تحت سقف واحد، فإما أن يبقى الكلب هنا وتخرج أنت، وإما أن تخرج أنت لأنها ليس بلادك. إحنا جبناك وتكرمنا عليك، وخلي الكلب هسي كلب فرنساوي، الكلب عنده الجنسية، الكلب عنده الجنسية، كلب فرنساوي كانيش. سمعت ولا؟ فخير الأمة والفتيات أيهما يختارنا، فإن اختاروا الكلب خرج الأب، وإن اختاروا الأب أخذ الكلب إلى مكان رفيع. أما باش تطرد الكلب في فرنسا بزاف عليك. قال لما يشكال واش بغيت الكلب ولا هذا؟ سيدي الكلب. وانتم الوليدات شبغيتوا الكلب ولا سيدي بغينا الكلب؟ كما بغيناش الكلب غادي نلغاولك. قال له: خرج يلا. قال له: فين غادي نمشي؟ قال له: والله ما تبقى هنا مسي ولا طلبت السماح بالكلب. يسمح لك الكلب. فسامح الكلب على لسان الزوجة، خليه كما تعاوج تهضر مع كلبنا. قال له: ما نعاوج، وابقى في كفالة الكلب. لا قيمة للمال ولا للشهادة إذا لم تحتفظ أخي المغترب بشخصيتك الإسلامية. صلاتك في وقتها ألا إن أفضل الأعمال الصلاة، فكيف تضيع صلاتك وتريد أن تحافظ على شخصيتك؟ صيامك أخي المسلم، زكاتك أخي المسلم، ممتنعا دائما نراك عن المحرمات، نراك دائما غيور عن الحدود الله، حريصا على دينك حيثما كنت، مصداقا لوصية رسول الله: اتق الله حيثما كنت. في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جزء من حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم. إن الله تعالى يعبد في كل مكان، في الشرق في الغرب، كنت في أمريكا في أوروبا في اليابان في روسيا إفريقيا أستراليا، في أي مكان اتق الله وحافظ على دينك حيث ما ذهبت وارتحلت. عش أخي المسلم رافعا رأسك بإسلامك، معتزا شامخا بأنفك، معلنا بقولك وفعلك أن الله أكرمك بالإسلام. إياك أن تتوارى لأنك مسلم، خاصة في زمن يتهم فيه المسلم بالإرهاب. ارفع رأسك، فقد أعزك الله بالإسلام، ومهما ابتغيت العزة في غير الإسلام أذلك الله، فإن أعداء الله يريدون من وراء التفجيرات في بلاد الغرب أن تتوارى بدينك، لأنهم يريدون أن يجعلوا الإسلام تهمة تطارد كل مسلم. فارفع راسك، أنا مسلم، اعتز بدينك. لقد مر بعض الصالحين على عائشة متعطئ الرأس وهم يتمتمون، فسألت: من يكونون؟ قال: متنسكون خاشعون. قالت: لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله، ارفعوا رؤوسكم. ليس الخشوع بالتمتمة وتعطعة الرأس. رحم الله عمر،
كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان سيد الخاشعين. لا تميتوا ديننا أماتكم الله، ارفعوا رؤوسكم بالإسلام. فوالله ليس في الدنيا منا ونعمة أعظم من نعمة الإسلام ارتضاها الله لخلقه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لو سجدت مذ خلقك الله لكي تؤدي شكر هذه النعمة ما قدرت، فكيف تختفي وتريد أن تخفي نعمة الإسلام؟ إنك أنت وحدك الذي تحمل رسالة الخلود وتحمل هداية الوجود. إنك وحدك الذي تملك الوثيقة السماوية الفذة الوحيدة التي لم يعتريها تحريف ولا تبديل. تملك القرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه في حين أوكل الكتب السماوية الأخرى حفظها إلى الأحبار وإلى علماء الأقوام فلم يراعوها حق رعايتها. إنك وحدك تملك الحق وتؤمن بالحق وتدعو إن دعوت إلى الحق وتجادل إن جادلت بالحق. الحق الذي جاء به رسول الله إلى الناس كافة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ومن المحافظة على الهوية أن لا تكتفي بالمحافظة على الصلاة والصيام والزكاة ومراعاة الحدود وتقوى الله، ولكن عليك أيضا أن تقوي معرفتك باللغة العربية لأنها طريقك إلى معرفة دينك. إياك أن تسمح للسان أن يستعجم، فقد رأينا كثيرا من الناس بمجرد أن غادروا البلاد وقطعوا البحار ليصلوا إلى أراض تركوا لغتهم ثم صاروا يتحدثون بلغة أخرى. يا للعار، فرنسا بقيت لوحدها رافضة التوقيع على ما يسمى بالملف السمعي البصري لأنها تخشى إن وقعت أن تغزوها الثقافة الأنجلوساكسونية. وأكثر من ذلك صدرت مراسيم حكومية مفادها أن أي مسؤول حكومي تحدث رسميا بغير اللغة الفرنسية إلا وفرضت عليه ذعائر غليظة احتراما للغة البلد. احنا يا ودي المسؤولين طوعنا يا في بلادنا ويجي وتحدثوا معنا بالفرنسي، تقولي إلى ولدتنا إليزابيث، تقولي لي أنا ماشي ولد فاطمة، ما عمرك لا حول ولا قوة إلا بالله. حافظ على صلتك باللغة العربية وعلمها أهلك وأولادك، فإنها لغة القرآن ولغة السنة النبوية الشريفة، اللغة العربية التي نزلت بها رسالة الله الأخيرة إلى لسانها. فلا تفهم هذه الرسالة حق الفهم إلا بهذه اللغة. واحذر الدعوات المشبوهة الملغومة التي تدعو إلى إحلال بعض اللهجات أو اللغات الأخرى محل العربية، فإن ذلك يعتبر ضربا للقرآن وضربا للسنة النبوية الشريفة. ويعجبني من بعض أبنائنا في الخارج حينما وصل إلى المغرب مباشرة بحث عني ليسألني هل توجد محاضر لتعليم أبنائنا اللغة العربية في إجازة الصيف حتى نغتنمها فرصة لتشبيع هذه اللغة تدريب ألسنة أبنائنا عليه. احنا نقول لهم قاع هذا الشيء يمكن صعيب، ولك على الأقل اهدر مع أولادك في الدار بالعربية، منين يخرجوا بالرغم يقرأ بالفرنسيس ولا باللهجات الأخرى، ولكن على الأقل حتى لا تقطع صلة أولادك بالعربية الطريق الموصل إلى القرآن، فحرام عليك أن تحدثهم بغير العربية في البيت. لماذا حرام؟ لأن التحدث باللغة الأخرى يؤدي إلى حرام. وما هو الحرام؟ هو قطع الصلة بالوسيلة التي تقرأ بها القرآن إذن فهو حرام. ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. واضغط على ذلك. يجي هنا يلقى يتكلم مع ولده بالفرنسيس وهو هنا. أودي الله صاحبي الله، من يجي هاللي ما تخليه بدأ يتعلم شوية العربية، واحد يركل يقول له ركلتك، واحد يعطيه الخبز يقول له ورا الخبز، واحد خليه يهدر شوية بالعربية، كل شيء تاكل ما يقولها. لا إله إلا الله. المسؤولية الثانية
وهي المحافظة ليس فقط على التزامك ومحافظتك على هويتك، بل أنت مسؤول أيضا عن أهلك وأولادك إن كنت متزوجا. حافظ على إسلام زوجتك، حافظ على شخصية أولادك وعلى إسلام أولادك. إياك أن تدع أولادك يذوبون في تلك البلاد كما يذوب الجلد تحت أشعة الشمس، أو كما يذوب الجليد تحت أشعة الشمس. إياك أن تترك أولادك يضيعون. فالمسؤولية الكبرى تتحملها أنتم، وهذا كتاب الله يقرأ أسماعكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن من التوجيهات التي تعطى لإخواننا في الغرب للمحافظة على هوية الأبناء أن تكون لك جلسة مع أبنائك أسبوعية تعلهم فيها الفاتحة وبعض صور القرآن الكريم القصيرة التي بها يؤدي الصلاة، وأن تعلمه الآداب الإسلامية، آداب الأكل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعلمه آداب الدخول إلى الخلاء، قل له: إذا دخلت إلى الكنيف فادخل مقدما قدمك اليسرى وقل: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرجت أخرج مقدما قدمك اليمنى وقل: بسم الحمد لله الذي أذاقني لذته، أو غفرانك، أو كما قال رسول الله. علمه آداب دخوله إلى المسجد، علمه هذه الآداب التي تجعله مرتبطا بالإسلام، الآداب التي يتصف بها المسلمون عامة. ثالثا، كما قلنا، من المسؤوليات الملقاة على عاتقك بعد المحافظة على هويتك وشخصية أبنائك، لابد أيضا أن تكون داعية إلى الله. لا تنسى أن الدعوة إلى الإسلام في هذه الديار عليك، عليك أن تدعو الناس إلى الإسلام بالقول والعمل والسلوك المستقيم بسلوك المسلم الحق. لا تظن أن الدعوة إلى الإسلام هي من اختصاص الشيوخ والعلماء، فالدعوة إلى الإسلام هي دعوة الجميع، فكلنا مسؤولون عن هذا الدين. ألم تقرأ قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ فكل من اتبع رسول الله إلا ويجب أن يعطي الدليل على حق الانتماء للنبي، والدليل على حق الانتساب إلى النبي لا يتم إلا بالدعوة إلى منهاج النبي صلى الله وعلى الحبيب. وإن أفضل الدعوة إلى الله في تلك الأرض إنما تكون بلسان الحال، فعلى المسلم أن يدعو بالقدوة. عليك يا أخ الإسلام أن تتخلق بأخلاق الإسلام، فوالله ما أوتي الإسلام إلا عن طريق فساد أخلاقنا. نحن الذين نفرنا الناس من الدين، أغلب أبناء المسلمين هم الفاشلين في الدراسة، أغلب أبناء المسلمين هم الذين دخلوا السجون لجرائم، أغلب أبناء المسلمين هم قطاع للطرق يسطون على النساء العجائز في الشوارع في بلجيكا في بروكسل. ولقد روى لي أحدهم قال: إن فلان ابن عنده 16 عام من أولاد المغاربة تعرض لامرأة عجوز في الشارع العمومي، ثم أخذ يسحب من يدها كل ما تملكه بعد أن أخذ المحفظة، ثم صار يضربها بعنف حتى طرحها أرضا والناس ينظرون. شوفوا العرب، شوفوا العرب. حينما دعا أحدهم وقد تزوج كاثوليكية إلى الإسلام، ردت عليها هذا الرد البليغ فقالت: كيف تدعوني إلى دين أغلب السجناء من أهل هذا الدين؟ 80% من الذين هم داخل ويقبعون في السجون البلجيكية مسلمون. لو كان من خير في هذا الدين لا انتفع به أصحابه، فكيف تدعوننا إلى دين جل أهله من أهل السجون والسوابق والجنح والجرائم؟ احنا اللي رحنا في السجون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، تعجب والعجب كبير أن تجد لكل فلسفة وكل باطل من يدعو إليه، إلا الإسلام فلا تجد من يدعو إلى الحق. للباطل دعاة كثر ووسائل كبيرة للدعوة، إعلام وأموال تنفق لنشر المسيحية، لنشر التنصير والتخدير والتحريف والزيغ والضلال، أموال، جرائد، إعلام. والمسلم
وإسلامه هو الحق لا يجد من يدعو إليه. فوالله ما ارتفعت راية الباطل إلا لأنها وجدت من يضحي من أجلها بالمال والنفس والنفيس، ووالله ما خفضت راية الحق إلا لأن الحق بقي أعزل، لم يجد من يدفع عنه ويرفعه ويعتز به ويدعو إليه. فالمعادلة غير متكافئة، أهل الباطل إلى باطلهم يدعون وفي سبيله يموتون، والحق في الساحة أعزل يشكو إلى الله الغربة. إسلام يشكو إلى الله الغربة، يشكو إلى الله الغربة في القهاوي ما كانش، في المدارس ما كانش، في الجامعات ما كانش، مشى للشارع الشارع ما كانش، في الأندية ما كانش. قال نمشي للجامع لعل وعسى يكون الدين، مسكين هرب للجامع، مشى للجامع صاب الدنج، الجامع في أوروبا الدنج، تعرف اسمه الدنج؟ خلافات وقتال وأحزاب، هذه سلفية هذه تلفية هذه زميطة، هذا مغربي هذا جزائري هذا عمي هذا واش نفعت بكم الأمة؟ خلافاتكم أخذتموها إلى هنا. يجي عندي واحد سيدي يسقسيني، قال لي الجامع عندنا هنايا وجات مجموعة ودارت قبالته جامع، أيجوز الصلاة فيه؟ قلت له بلعهم بجوج، أحسن حاجة تبلعهم بجوج، لأن درتوا الجامع ديال الضرار، لأن أصبح المسجد وسيلة للاقتتال ولإعطاء صورة منفرة عن الدين وعن الجالية. رابعا، بعد المحافظة على الشخصية وشخصية الأبناء والدعوة إلى الله، وجب عليك أخي وأنت تعيش في بلاد الغربة أن لا تكون في عزلة عن إخوانك المسلمين في كل بلاد الإسلام، عليك أن تصل ما بينك وبينهم، أن تعيش في همهم، أن تعيش قضاياهم. لا تنسى قضية فلسطين، قضية العراق، قضية دعم إخوانك بالدعاء بالعمل الصالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رواه الطبراني: من لم يهتم بأمر المسلمين ولم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم، أو كما قال رسول الله: المسلمون أمة لم يسميهم الله أمما فلا يجوز أن يقال الأمم الإسلامية، بل هي شعوب إسلامية تكون أمة إسلامية. فأمتنا واحدة، ربها واحد، كتابها واحد، نبيها واحد، قبلتها واحدة، عقيدتها واحدة، شريعتها واحدة، فلا يجوز أن نعمل على تمزيق هذه الأمة، هذا مغربي هذا جزائري هذا تونسي هذا تركي هذا. هذا الواقع في أوروبا، هذا الواقع الأليم المر، واقع أليم. تفرق على حسب الجنسية، على حسب الجنسي، على حسب الشعوبية، على حسب العرقية، هذا ريفي هذا من زوجت الريفي نزوج أنا زناسني ألاطيب ريفي ونعطي الزناس ألاطيب أنا ريفي نعطي غير الريف أولد الله هذا رمزيان وبغير لا سيدي احنا الريف نعطيه غير بعضنا واحنا زناز نعطيه غير بعضنا سبحان الله. روح يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا جاءكم من ترضون دينا وخلقوا زوجوه يا ودي يا ودي يا ودي الميزان الخلق والدين هو لا لا بيا نعطيك ماشي بيا لا سيدي احنا ما نعطيوش احنا غير وحدنا احنا الدين غير لكم والفلوس غير لكم والكواغط غير لكم وعيشوا غير انتوما واللي بغى يتحفر بحر يتحفر هذا هو الاسلام جزاكم الله خير. سبحان الله عادات جاهلية قال رسول دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة أي خبيثة الرائحة. أبي دعوة الجاهلية وأنا بظهرانكم، ليس منا من دعا دعوة الجاهلية، ليس منا من يفتخر بالأنساب ويطعن في الأحساب ويدعو دعوة الجاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعيش مع إخواننا ما كانوا وحيثما كانوا بقلوبنا وروحنا ووجداننا، لا نغفل عنهم ولا ننساهم لأننا أمة واحدة وجسد واحد. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، والله يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والمسؤولية الخامسة بعد الاهتمام بأمر المسلمين هي مسألة ضرورية، وهي الواجب الذي يحقق الواجبات كلها الأربعة. فإنك لا تستطيع المحافظة على هويتك أولا وهوية أبنائك ثانيا والدعوة إلى الله ثالثا والاهتمام بأمر المسلمين رابعا إلا إذا كنتم في أوروبا تعملون جماعة منظمين، لا بقاء تحت الشمس للمتفرقين. اليهود كاين غير مجموعة قليلة ويؤثرون في سياسة العالم كله،
بجماعات الضغط. ونحن لحد الآن بالملايين نعيش في أوروبا ولم نستطع أن نحقق تمثيلية إسلامية تتبنى قضايانا. ما زال المسلمين ما عندهمش المقبرة، ما عندهمش الحال لحم الحلال، ما لحد علاش؟ لأن مشتتون مفرقون، نعم يتكلموا، مش كل هو المخاطب. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نسلاه يا معد فيش مع الصلاة، واش نصليها كلها والأمة مشات؟ سبحان الله سبحان الله. فعليكم بالعمل الجماعي المنظم للإسلام، عليكم أن تدركوا أنكم ليس باستطاعاتكم أن تحتفظوا بشخصياتكم وشخصيات أبنائكم وأسركم وذويكم، ولا أن تقوموا بحق الدعوة إلى الإسلام، ولا أن تقوموا بحق إخوانكم، إذا عاش كل واحد منكم منفردا برأسه، مستقلا بنفسه، منعزلا عن إخوانه، يعمل لوحده. لا تستطيع أيها الأخ أن تعمل لوحدك، ولا تستطيع أن تحتفظ بإسلامك وحدك، سيبتلعك التيار حتما، وستذوب وتضيع، ستغلب على أمرك، وستنساق مع الأمواج العاتية، فتفقد هويتك وتضيع نفسك وأسرتك وذريتك. لكن باستطاعتك أن تحافظ على هويتك وأسرتك وأن تنجو بالمحافظة على دينك، إذا وضعت يدك في يد إخوانك. يقول الله تعالى لموسى عليه السلام: سنشد عضد أخيك، سنشد عضدك بأخيك. لأن المرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده، قوي بجماعته. أنت وحدك ضعيف، ولكن مع إخوانك قوي. والشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. وقد أكل الشيطان المسلمين لما تفرقوا شذر مرة، فأخذ كل حزب وشغلهم بنوع من الشغل لا يهم المسلمين، فعاشوا يقاتلون من أجل معارك لا عدو فيها. هي حروب دونكيشوطية، حروب في الهواء، حروب الطواحين الهوائية. والمعركة الحقيقية التي ينبغي أن يجند له الجميع ويجتمع لها الجميع هي كيفية المحافظة على الهوية الإسلامية في أوروبا في هذا الظرف خاصة الذي يهجم فيه على الدين. يراد استئصال الدين الآن، طرد أئمة، طرد خطباء، وما زال قوانين جديدة تطبق فقط على العرب وعلى أصحاب الشعر الأسود في المطارات في البيوت، مداهمات. واش بقيلك؟ بقيلك عشان ما تهضر؟ بقيلك شي ما تفترق مع أخوك؟ ليس لكم إلا العمل الجماعي، العمل المنظم. لا إله إلا الله محمد رسول. يقول في الأخير: إذا تكتل المبطلون على باطلهم وتفرق أهل الحق عن حقهم، فإن الفتنة ستكون كبيرة والخطر يكون جسيما. وهذا ما أشار الله إليه في كتابه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أهل الباطل والى بعضهم بعضا على الباطل وتعاونوا عليه، وأهل الحق تفرقوا على الحق، فصارت وحدثت الفتنة والفساد الكبير. خمسة أشياء احفظوها، وضعوا لها برامج: هويتك، هوية أبنائك، الدعوة إلى دينك والاعتزاز بإسلامك، والاهتمام بأمر المسلمين، والعمل القانوني المنظم تستثمر فيه قوانين البلاد المستقبلة من أجل أن تحصل على مصالح للأمة وتدفع عن المفاسد وتثبت الوجود الإسلامي في الغرب وتزيح الصورة الفاسدة المنفرة من رؤوس الأوروبيين التي ساهم الإعلام الصهيوني في ترسيخها في أذهانهم لفترات تطول. فالصهاينة قد سيطروا على الإعلام في الغرب كله، ولن تفلحوا وتحققوا ذلك إلا بالتعاون والتنظيم واستثمار تلك القوانين. فالله الله، احفظ إخواننا في كل مكان، احفظ لنا ديننا، واحفظ دين أبنائنا. اللهم اجعلهم خميرة للإسلام، اللهم انصر بهم الإسلام، وانصر الإسلام بهم، واجعلهم إن شاء الله تعالى ممن تجري على أيديهم الخير الكثير، وأن تفتح على يدهم مغالق قلوب أولئك القوم،
وأن تحبب بهم الإسلام إلى قلوبهم. وصلى الله على الحبيب محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله.